الكورس ده اسمه Husbandry Handling and Basic Techniques in Laboratory Animals. الكورس ده هيشارك فيه معنا أستاذنا الدكتور إبراهيم فارس، أستاذ مادة السلوكيات وعميد الكلية الصينية. معايا كمان الدكتور إبراهيم حجاب، وأنا الدكتورة أمال النحلة، أستاذ متفرغ الفسيولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس. الكورس هيتناول كذا توبيك. أول حاجة الأنيمال ليجيسليشن، إيثكس، أنيمال ويلفير أند 3 آرز، بيزك أند أبروبريت بيولوجي، أنيمال كير، هيلث أند مانجمنت، ريكوجنيشن أوف بين، سفرينج أند ديستريس، هيومين ميثودز أوف كيلينج أو بسميها يوسينيزيا، مينيمالي انفيسيف بروسيدير وذاوت أنستيزيا، سامبلينج، بلاد سامبل، تيشو سامبلز أند فاجينال سمير. إن شاء الله النهاردة هنبتدي بسيشن 1 في الدورة، وهو عبارة عن الأنيمال ليجيسليشن إيثكس أنيمال ويلفير أند 3 أورز. بتناول فيها التشريعات الحيوانية المتعلقة بالحيوانات. بنبتدي أول تشريع، بنقول الإمبراتيف فور أنيمال يوز عبارة عن حاجة اسمها نورمبرج كود. الكود ده صدر سنة 1949، وده بيقول ان اي اكسبيرمنت على الهيومن بينج شود بي ديزايند اند بيزد اون ذا ريزلتس اوف انيمال اكسبيرمنتيشن. يعني اي تجربه هتتعمل على البني ادمين لازم تصمم وتبنى على نتائج اتعملت على الحيوانات. كود نورمبرج ده احد المبادئ الاساسيه للاخلاق في التجارب على الانسان. الكود ده اتحط ساعة أو وقت محاكمة أطباء النظام النازي في مدينة نورمبرج الألمانية بعد ما الألمان اتهزموا في الحرب العالمية الثانية. هذا الكود يعتبر لغاية النهاردة هو الأساس في مجال إعداد وتنفيذ التجارب الطبية والنفسية على البشر. الكود ده شبيه بالظبط زي الموافقة أو الإقرار اللي إحنا بناخده على المريض أو على أي شخص هنعمل عليه تجربة. يعني إيه؟ يعني لازم يكون الشخص اللي أنا هجرب عليه التجربة يكون موافق على إجراء التجربة، ويكون الشخص ده مكلف حسب التعريف القانوني. يعني إيه مكلف؟ يعني ذهنياً وعقلياً شخص قادر على إنه يدي أو يتخذ قرار بدون أي مؤثر لحد ضغط عليه ولا حد غصب عليه ولا حد حاول يقنعه. التجارب اللي لازم تتعمل طبقا لهذا الكود لازم بتبقى يعني تحمل هدف إيجابي للبشرية. يعني ما بعملش تجربة عشان تجربة، لا، لازم أنا بعملها عشان تخدم الإنسانية. التجربة لازم تبنى على معرفة سابقة أو على تجارب سابقة عملت على الحيوان. لازم أتجنب فيها الأضرار النفسية والجسدية لأنها ممكن برضو تؤدي إلى إعاقة للشخص اللي أنا هعمل عليه التجربة أو ممكن تؤدي إلى الموت. ولازم اللي يعمل التجربة يبقى ناس مؤهلين ومدربين. طبعاً الشخص اللي هيتعمل عليه التجربة له الفرصة إنه يقدر ينهي التجربة في أي وقت من الأوقات، أول التجربة، نص التجربة، قبل آخر التجربة، له الحق في ذلك. ده أول كود بنتكلم عليه. تاني كود بنتكلم عليه اللي هو Declaration of Helsinki. يعني إيه Declaration of Helsinki؟ ده إعلان هيلسنكي، وده صدر سنة 1964. ما بيختلفش كتير عن الكود اللي احنا قلناه قبل كده، وبيقول إن أي Medical Research على Human Subjects لازم يبنى على adequately performed laboratory and animal experimentation. يعني المبدأ الأساسي في هذا الإعلان هو احترام الفرد وحقه في تقرير المصير، ولازم طبعا أبحث هنا على صحة الشخص، والاعتبارات الأخلاقية للشخص هي تسود أو هي الأسبقية أو هي ليها الأولوية على أي قوانين وأي تشريعات وأي مصالح للعلم والمجتمع. ما زال هذا الإعلان هو ملزم أخلاق للأطباء في فنلندا. طيب، يا ترى إيه الفرق بين الأنيمال رايتس والأنيمال ويلفير؟ الأنيمال رايتس اللي هي حقوق الحيوان، يعني في الجول بتاعي في الآخر إن أنا بقول ما استخدمش الحيوان، ما أعملش أي تجربة على الحيوان، ما أعملش بريدنج، ما أقتلش الحيوان عشان أكله أو عشان أستخلص ملابس أو أعمل أدوية عليه، تجارب على الأدوية، ما استخدمش الحيوان للهارد ليبر،
ما اعملش selective breeding for any reason, no hunting, no zoo, no use in animals in entertainment. يعني معناها ما استخدمش الحيوان في اي حاجه. ده حقوق الحيوان. امال ايه هو الانيمال ويلفير؟ الانيمال ويلفير ده بيتطلب معامله الحيوان معامله ادميه. انيمال ويلفير عشان يحصل هذه الرفاهية للحيوان لازم أحافظ على حياته life sustaining, أحافظ على صحته health sustaining, comfort sustaining, وأحافظ كمان على مستوى الإراحية بالنسبة له. لو إحنا حتى بصينا للصورة اللي فاتت هنبص نلاقي أداء اللاب أنيمال وبيشرب حاجة ساعة ومعاه سندوتش همبرجر وبطاطس, يعني مفيش أحلى من كده welfare. هتكلم دلوقتي على حاجة اسمها laboratory animal sciences اللي هو اللاس. دي حاجة اسمها multidisciplinary branch of medicine, يعني جزء من العلوم متعدد التخصصات, كل دول بيشتغلوا أو بيتعاملوا مع الحيوان. لو أنا بصيت لأقسام الكيمياء والفسيولوجي even الباراسيتولوجي الطب الشرعي, أقسام كتيرة جدا وعلوم كتيرة جدا بتتعامل مع الحيوان. فدول العلوم, مجموعة العلوم دي اسمها LAS أو Laboratory Animal Science. طب إيه هي الأنيمال إكسبيرمنت؟ الأنيمال إكسبيرمنت هي نفسها التجارب أو الساينتيفيك بروسيدور اللي بتشمل هذا الحيوان, سواء الحيوان اللي هشتغل عليه كان من الفيرتبريتس أو الانفيرتبريتس. هستخدمه في scientific research, هستخدمه في teaching والeducation, هستخدمه في field trials, في environmental studies, في diagnosis, في product testing, في production of biological product. طيب أمال إيه هي الانيمال ethics؟ الانيمال ethics ده لفظ أطلقه الأكاديميين على فرع من الأخلاق بيعمل relationship ما بين الهيومن انيمال relationship, وبيحط المورال consideration الاعتبارات الأخلاقية في معاملة هذا الحيوان معاملة آدمية. لأن أنا يوم ما بعمل بحث بعمله for human sake and for animal sake. هندخل على جزء تاني من الباوربوينت اسمه historical perspective on human animal interaction, يعني بتكلم فيه على النبذة التاريخية عن علاقة الحيوان والإنسان. أنا ببتدي بالفراعنة الأنيمال in Egyptian history. أيام الفراعنة كان الحيوانات animals were placed in a very high consideration and even deified. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أيام الفراعنة كانت الحيوانات محطوطة في وضع خاص جدا لدرجة حتى بيألهوها. يعني بقدر أقول ده إله الشمس, ده إله هنشوفه في الصورة الثانية, ده إله الحب, ده إله الموت, ده إله الشر, كل دول حيوانات واتعملت آلهة. طيب في كمان حيوان مهم جدا زي القطة, فالقطط were protected by law, يعني حتى القطط كانت محمية بالقانون. أي حد هيضر القطط أو هيقتلها كان عقابه الإعدام أو الموت. ده جزء من البرسبكتيف او البرسبكتيف او الهيستوريكال برسبكتيف. هيكمل معايا الدكتور ابراهيم, يا ترى كان في العصور القديمه كان في ايه كمان وعلاقتهم بالحيوان؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحب في البدايه اشكر سياده العميده واستاذتي الدكتوره امال للنحله وفريق وحده خدمه المجتمع على الفرصه ان انا اشارك معاكم في الكورس ده. وانا احب استكمل الجزء بتاع الهيستوريكال بيرسبكتيف اللي استاذه الدكتوره امال بدايته, ان كانت نظره الاقدمين للحيوان هي كانت نظره تقديس ونظره تاليه, ورفعوا الحيوانات لمصاف الالهه. حتى ان كان عقوبه ازاء التعبان او كوبرا او قطه او اي حيوان من الحيوانات كانت يمكن عقوبتها الاعدام. بعد كده في العصور اللي بعد كده اللي تلت العصر الفرعوني زي العصر اليوناني, كان في بعض الحريه في التفكير وفي بعض التغيير شويه في الميثولوجي بتاعتهم وفي الافكار بتاعتهم. فبداوا ان هم يرتبوا الكائنات الحيه وغير الحيه كلها في هيراركي, بادئ من اول الجادز او الالهه الميثولوجيه القديمه اللي كانت موجوده لحد ايفن المينرالز لحد المعادن ولحد الحاجات دي كلها, كان كلها ماشيه في هيراركي. كانت الهيومن بينج بياخد درجه اعلى في الهيراركي ده والانيمالز كانت بتاخد درجه اقل. ولذلك بدا العمل او بدا استخدام الحيوانات
في البحث العلمي بداية حقيقية في العصر اليوناني، وكان من أول وأشهر العلماء اللي عمل الموضوع ده هو عالم مشهور جدا وفيلسوف مشهور جدا اسمه أرسطو. يعني أرسطو ده احنا الناس كلها تعرف عنه ان هو كان فيلسوف، ان هو كان عالم بيهتم بالفلسفة والكلام ده، ولكن الناس ما تعرفوش ان هو كان يعني مؤلف مسرحي وكان شاعر وكان بيتكلم في المنطق والبلاغة واللغة والكلام ده كله، وكان منهمك جدا في البحث العلمي لدرجة ان اول مرجع في علم الزولوجي تم في العصر اليوناني او في العصور القديمة تم بواسطة أرسطو. المرجع ده بعد كده او المرجع بتاع أرسطو ده استخدمه عالم في القرن ال15 اسمه جينيسر ان هو يألف لي موسوعة مهمة جدا اسمها الهيستوريا انيماليوم، اللي كان بيعتبر مرجع برضو مهم جدا في القرون الوسطى او مرجع المراجع المهمة في القرون الوسطى للزولوجي. وكانت بداية العصر اليوناني او في العصر اليوناني بدأ ما يسمى بالفيفيسكشن. الفيفيسكشن هو استخدام السيرجري على الانيمال سواء كانت لايف انيمالز او سواء كانت ديد انيمالز، اجراء اي الاكسبيرمنتال بروسيدورز او اي سيرجيكال بروسيدورز على الانيمالز. وده زي ما احنا قلنا نتيجة لان كان الهيومن محطوط في رانك عالي، فكان يحرم استخدام حتى الكوربسز بتاعت الهيومن او جثث الهيومن، فكان بيستم استخدام الانيمالز. تلا أرسطو عالم برضو مهم جدا وبرضو مشهور ان هو برضو فيلسوف والكلام ده كله، ولكن يعني دايما الجماعة اللي كانوا العلماء بتوع زمان كان بيلم حاجة كده على بعضيها، يعني عالم في الفلسفة وفي المنطق وفي الفلك وفي الطب كمان، اسمه سقراط. وسقراط هو عمل أول كتاب يعتبر من الكتب الرئيسية والكتب المهمة جدا اسمه الكوربس هيبوكراتيكم، برضو ألفه وكان جزء من الميثودولوجي بتاعته استخدام الفيفيسكشن أو استخدام حيوانات التجارب علشان يبص على الكومباريزون أو يبص مثلا في التشريح بتاعها أو في الفيسيولوجي بتاعها ويبدأ أنه هو يكتب الكتب بتاعته والمؤلفات بتاعته. ولكن يمكن دول يعتبروا أهم العلماء في اليونان، لأن كانت يمكن البيئة شوية في اليونان أو الإمبراطورية اليونانية شوية كانت على الرغم من التوسع العسكري بتاعها إنما هي كانت intellectual، يعني كان الفكر والثقافة بيشمل جزء فيه، على العكس مثلا من الإمبراطورية الرومانية اللي ظهر فيها أو ما ظهرش فيها ناس كتير، لكن أهمهم أو يعني الاسم الوحيد المشهور فيها كان حد اسمه جالينوس اللي هو الإمبراطورية الرومانية، على العكس من الإمبراطورية اليونانية كانت مشهورة بالفتوحات العسكرية، فبالتالي موضوع العلوم والحاجات دي كلها كان قليل فيها. ولكن عالم مشهور جدا اللي هو جالينوس كان بيهتم ان هو بيعمل اكسبيرمنت على الليفينج وعلى الكونشس انيمالز زي البيجز وزي الدوجز وزي المونكي. ومن هنا هندخل او من هنا هتبدا بقى اوروبا تنحدر في عصور الظلام اللي كانت بتحكمها الكنيسة الكاثوليكية في الفترة دي. وكانت الكنيسة الكاثوليكية شوية ليها بعض الأفكار الغريبة علشان خاطر تسيطر على الرعاية بتاعتها في الوقت ده، طبعا زي ان العلم مش مهم جدا واهم حاجة هي الإترنال لايف والحياة الأخروية، الدنيا والعلم والكلام ده كله اهم حاجة ان احنا ندخل الجنة وبس ونبعد عن الدنيا ونبعد عن العلم والكلام ده. فده أدى أن توقفت الحياة الفكرية والعلمية في أوروبا، وأوروبا فضلت عايشة في الكهوف من أول القرن الثالث أو القرن الرابع الميلادي لحد ما هتظهر عصور النهضة أو عصر النهضة في القرن الخمستاشر أو القرن الستاشر. صاحب ده ظهور العلماء العرب العظام زي الرازي، وإحنا بس بناخد أمثلة ليهم، يعني إنما طبعا يعني يعجز الذكر طبعا يعني دكتور أمال يعجز الذكرى اللسان عن ذكرهم، يعني بس أشهرهم مثلا الرازي ده ألف كتاب عن الأمراض اللي موجودة في أو بوكلت عن الأمراض اللي موجودة في الأطفال، وهو يعني كان اهتمامه شوية بالأدوية والمستحضرات والمركبات وإن هو إزاي يستخدمها في علاج الأمراض والكلام ده كله، وطور بعض الأدوات الصيدلانية زي المورتر وزي البيستل وزي الحاجات اللي إحنا لحد دلوقتي يمكن بنستخدمها في معامل الفارما عندنا. ويمكن حاجه من الحاجات اللي هو شرحها في كتبه او في المذكرات بتاعته هو ان ازاي الفيفر هي الفيرست بودي لاين اوف ديفنس، يمكن ده احنا لسه حتى مدرسه للطلبه الى الان من القرن مثلا التاسع الميلادي لحد دلوقتي الناس خلاص بقى كونسبت وبقى استابليشد، وان هو اول واحد يعتبر شرح سيمتومز والباثولوجي بتاع بعض الامراض الفيروسيه زي السمول بوكس فيروس. فلا بقى واحد من أشهر علماء العرب يمكن يعني أو أشهر العلماء عموما على مستوى العالم هو ابن سينا. ابن سينا ده كان موجود في العصر الذهبي للإسلام، يعني كان في الإسلامي جولدن إيج أو الإسلامي جولدن إيرا، وألف كتاب مهم جدا اسمه القانون.
كتاب القانون ده من اول ما ألفه ابن سينا في القرن العاشر لحد القرن ال 18 كان بيستخدم كمرجع للعلماء علماء الغرب طبعا يعني في الكتب اللي هم كانوا بيألفوها. وطبعا يعني عارفين الحكايه المشهوره بتاعت الخليفه لما طلب منه ان هو يعمل المستشفى وان هو يصمم المستشفى في بغداد وبدا يجيب قطع اللحم يحطها في اماكن متفرقه، ده ان دل على شيء فبيدل على التفكير العلمي الممنهج اللي كان موجود عند العلماء العرب العظام اللي كانوا موجودين في العصر ده. والدكتوره امال تكمل مع حضراتكم الجزء ده. دخلنا في عالم برضو كبير اسمه الزهراوي. الزهراوي كان مشهور جدا بانه متخصص في علاج الامراض بالكي. اهم حاجه هو عملها في كتاب عمله اسمه كتاب التصريف لمن عجز عن التاليف. الكتاب ده مكون من 30 مجلد من الممارسات الطبيه، جمع فيها كل العلوم الطبيه والعلوم الصيدلانيه في زمانه طبعا، وغطى نطاق واسع من الموضوعات الطبية زي طب الأسنان والولادة، وكان فيه برضو جزء عن وصف تشريحي وتصنيف لأعراض وعلاج بعض الأمراض والجوانب الطبية المتعلقة بالجراحة والجراحات التجبيرية والصيدلة. ما زال الكتاب ده هو المصدر الأساسي للمعرفة الطبية في أوروبا، وطبعا استخدموا الأطباء والجراحون كمرجع ليهم. الحاجة الثانية بعد الكتاب هو كان بايونير في استخدام الكات جات اوف انترنال ستشز، يعني هو اول من صنع خياطه لخياطه الجرح، عشان كده بنقول هو اول من مارس التخييط الداخلي، وده طبعا صنعه من امعاء الماشيه ومن امعاء القطط، ودي طبعا كان ليها قصه. يعني كان عنده قرود في البيت عنده، وكان في عنده زوار او ضيوف عندهم الالات الموسيقيه، والقرد ابتدى ياكل الخيوط بتاعت الفيتارا، وقعد يستنى يتفرج كل يوم يبص على الاكسكريتا بتاعته ان يلاقي الخيوط نازلة، فما ملقاهاش موجودة، فعرف ان دي حاجات ممكن يحصل لها absorption، فابتدى من هنا يصنع الكاتجات. هو برضو عرف الطبيعة الوراثية لمرض الهيموفيليا، وده مرض وراثي جاي لنقص فاكتور رقم 8. عرف كمان حاجة اسمها الابدومينال بريجنانسي والاكتوبيك بريجنانسي، وهو أول من اكتشف أسباب الباراليسيز. طور في الأدوات الجراحية بالذات للسيزاريان سيكشن والكاتاراكت سيرجري، وعمل كذا كانيولا. من الحاجات برضو اللي عملها ان هو توصل لطريقة ناجحة لوقف النزيف عن طريق انه ربط الشرايين الكبيرة. وصف طبعا حاجة اسمها الحقنة العادية والحقنة الشرجية، وصف الجفت، المشارط، المكاوي، وصف عملية الأسطرة. برضو الزهراوي اول واحد اشار لاستخدام النساء او مشاركة النساء في عملية التمريض. هو برضو من أول الناس اللي استعمل القطن عشان يوقف النزيف. أول من برضو الزهراوي أول من صنع أشكال اللاصق الطبي اللي هو البلاستر. يعني هنشوف أو شفنا عمل حاجات كتيرة جدا. دكتورة إبراهيم هيكمل. شكرا دكتورة أمال. وبعد كده عندنا عالم تاني يمكن واحد من العلماء المشهورين برضو جدا العرب المشهورين في تاريخ العلم سواء كان في الشرق الأوسط أو في أوروبا، هو ابن النفيس. ابن النفيس يعتبر هو يعني يعتبر المكتشف الحقيقي للدورة الدموية، وكانت المؤلفات بتاعته أو الكتب بتاعته كانت بتشرح البرمونري سيركيوليشن. وعلشان يقدر يوصل للاكتشاف ده بدأ ان هو يعمل فيفيسكشن، وبدأ ان هو يشوف السيركيوليشن الموجودة في الماملز ويقدر ان هو يوصفها علشان يقدر يوصل للوصف النهائي للسيركيوليشن او السيركيوليشن اوف بلود ان ماملز. الشغل بتاع ابن النفيس ده بعد كده ادوبتد بعالم تاني للأسف الغرب نسب الاكتشاف ده، هو اسمه ويليام هارفي. يعني لكن يعني المفروض ان الفضل ينسب لصاحب الاكتشاف الاول اللي هو ابن النفيس، ولكن للاسف هو نسب للعالم اللي هو اللي اكتشف الدوره الدمويه بعديه او كمل من الشغل بتاعه اللي هو ويليام هارفي. واصبح ويليام هارفي في نظر الغرب او في نظر يعني حتى الكتب اللي مدرسها لاولادنا هو مكتشف الدوره الدمويه في الانسان او في الممتاز. في قصه بقى ظريفه بقى هسيبها للدكتوره امال عشان تحكي لكم.
هي قصة خرافية اسمها Animal Lawsuit Against Humanity. هي دعوة قضائية رفعتها المملكة الحيوانية ضد البني آدمين لعدم المعاملة الإنسانية، ودي عملها ناس اسمهم إخوان الصفا، دول كانوا في البصرة، مثلوا كل الممبرز بتاع الأنيمال كينجدوم من أول حتى الحشرات النحل لغاية ما وصل للأسود والحصنة، وكل المحكمة دي كانت قصاد الملك، وابتدى كل واحد من جهته يحكي للملك ان ازاي البني ادمين ما بيعملوش الحيوانات بالطريقه الانسانيه، وفي نفس الوقت ان عملوا ديسربشن للايكولوجي بتاعنا او للبيئه بتاعتنا. الخرافه دي ابتدت طبعا تترجم باللغه الانجليزيه، وهي يعني بيعتبروا الكتاب ده حاجة مهمة قوي، ان لازم الكبار والصغيرين يبقوا عارفين حاجة اسمها environmental and animal rights issue، يعني نبص على حقوق البيئة وحقوق الحيوان. دكتور إبراهيم بقى هيكمل بقى الحتة. بالنسبة ده بالنسبة لل يعني ذكر الانيمالز في المراجع العلمية كان موجود، ولكن برضو ذكرها في الأدبيات كان موجود، زي ما الدكتورة أمال يعني تكرمت وشرحت أنه كان موجود في رسائل إخوان الصفا عن اللو سوت أو القضية اللي رفعتها الحيوانات عن الإنسان، برضو كان موجود في بعض الأدبيات زي كتابات الغاحظ، كتاب مشهور جدا للغاحظ اللي هو كتاب الحيوان، الكليلة ودمنة المترجم عن الأدب الفارسي لابن المقفع، فبرضو كان ذكر الحيوان كان موجود في الأدبيات العربية. ده illustration لي أسف معلش ده illustration يعني ده أنا قلته قبل كده أو يعني هشرحه تاني أو هفسره تاني، ان انا اخر شغل عندي اتعمل على الاكسبيرمنتال انيمالز او اللابوراتوري انيمالز عموما يعني ده كان في عهد جالينوس في العصر الروماني، ولمده 1000 سنة فضلت اوروبا تحارب العلم وتحارب العلماء، والكنيسه الكاثوليكيه مسيطره والسلطه الدينيه مسيطره على الناس، ان اللي هيعمل اي شغل في العلم ده يعتبر كافر وهنحرقه وده هرطقة والكلام ده كله عشان تضمن السيطره على الايه على الشعوب او على الشعب اللي موجود في مختلف البلدان الاوروبيه. وكان برضو سادت بعض الافكار اللي وقتها زي ان الايه الامراض دي ما هي الا عباره عن هوى فاسد وعن اعمال وشعوذه زي اللي هو موجود بالظبط ايه في الايام اللي احنا موجوده فيها دلوقتي. فتاخر العلم في اوروبا لمده 1000 سنة، او خلينا نتكلم عن الموضوع اللي هنتكلم فيه اجراء التجارب على الحيوانات وقف في اوروبا او توقف في اوروبا لمده 1000 سنة لحد ما وصلنا لعصر النهضه في حوالي القرن ال15 او القرن ال16، كان بدايته على ايد عالم اسمه فيساليوس. فيساليوس ده يعتبر واحد من علماء عصر النهضه اللي هو احنا بنقول عليه الرينيسانس انوفيتيف ساينتستس. فيساليوس بدا يتحدى سلطان الكنيسه وقتها، وبدا ان هو لا انا هعمل تجارب على الحيوانات وهبدا ان انا اشتغل واعمل في سيكشن تاني على الحيوانات. بعد كده بدات في علماء تانيين موجودين زي مثلا ليوناردو دافنشي. ليوناردو دافنشي طبعا الناس عارفه ان هو مشهور جدا في الرسوم بتاعته، واهم لوحه زي ليه هي الموناليزا، ولكن برضو ما ننساش ان هو كان عالم في التشريح وكان فيلسوف وكان فنان وكان يعني بيستخدم الاناتومي او بيستخدم الهيومن بودي نفسه علشان يعمل ديبكشن للستيتيوز اللي بيرسمها او للصور اللي هو بيرسمها في مختلف الاماكن في ايطاليا، ويمكن ايطاليا يمكن اكتسبت شهرتها من رسومات وتماثيل دافنشي، وكان كل ده برضو بسبب الفيفيسكشن على اللابوراتوري انيمالز او على الانيمالز. طيب دخلنا بعد كده في مدرسه ثانيه في اوروبا، هي مدرسه بدات في القرن ال17 اسمها مدرسه الديواليزم. الدواليزم دي كان اللي عملها ده فيلوسوفر اسمه ريني ديكارت. ريني ديكارت ده قال ان يعني الدواليزم دي هي عباره عن ايه، ان المايند حاجه والبودي حاجه تانية، او يعني العقل حاجه والجسم حاجه تانية، وان الحيوانات دي هي عباره عن ماشينز ما عندهاش اي فيلينجز او ما بتحسش اللي هو الاحساس اللي هو الايه الدرجه الكافيه. فده خلى العلماء برضو يتشجعوا اكتر انهم يعملوا حاجات على الحيوانات، يعني ايه يعني ان كانت وجهه النظر اليونانيه زمان كانت بتقول لا ده الحيوانات دي درجه اقل، فكانت جت وجهه النظر الكريستيانيتي والجوديزم بعديها والاسلام بعديها قال لا ده الحيوانات دي في نفس الحاجه زي الانسان، هي عباره عن ايه امم امثالكم وهي عباره عن حاجات برضو ليفينج كريتشرز بتحس. ولكن جت بعض المدارس اللي موجوده في القرون الوسطى او في القرن ال17 زي مدرسه ريني ديكارت قالت لا ده هي ما بتحسش،
هي مجرد ماشين، وطلع مصطلح جديد اسمه الماشينيزم، ان الحيوانات دي عباره عن ماشينز، يعني اعملوا تجارب عليها زي ايه، زي ما انتم عايزين. لكن ده برضو ما منعش ان في اتجاهات تانية كانت موجوده في اوروبا انها كانت بتقول لا لا، ده الكرولتي اللي بتحصل من الاطفال او من الناس ناحيه الحيوانات دي بتشجع الناس ان هم يكونوا عدوانيين ناحيه بعض. وده ديبكشن او دي صوره من القرن ال 18، يعني رسام اسمه هوجرز كان حاططها في كتاب ان ازاي بيتطور العنف او الفايولنس في الاطفال لحد ما يوصل للعنف اللي هو الايه في الادلتس. فكان بادئ يقول ان بدايه العنف في الاطفال بدأ من اول الكرولتي توورد انيمال، وكان بيحاول ان هو يحارب الكلام ده او يمنع استخدام الكرولتي ناحيه الانيمالز. ودخلنا بقى في القرن ال 18 وبدات تظهر بعض الكونسبتس الجديده وبعض الثيوريز الجديده ان احنا هنقبل الاكسبيرمنتال ميديسن على الانيمالز ده مش عشان احنا عايزين نعذب الحيوان، لا ده احنا عايزين نعملها فور مانز والفير او فور ذا سيك اوف ذا هيومن بينج. وظهر عالم اسمه جيريمي بنثم سنه 1789 شجع استخدام الحيوانات تجارب، ولكن حط ليها بعض الكونديشنز او بعض الريزونز او بعض للاسف الشروط اللي هي ممكن. السؤال اللي عندنا او طرح تساؤل كده، قال السؤال مش هو هل ممكن هم يعني يفكروا او لا، لكن هل هم ممكن يتألموا، ممكن يعانوا لما نعمل عليهم بعض الكرول أو بعض البانشمنت ولا لا؟ فدي يمكن كان بداية الصيحة إن الناس تبدأ تخلي بالها من موضوع الكرولتي في استخدام حيوانات التجارب، وإن إحنا لازم نكون باشنت ومتعاطفين مع الحيوانات اللي بنعمل عليها الإكسبيرمنت بتاعتنا. اتفضلي. يعني هو برضو في بنثن القرن ده بالذات ابتدت تظهر الاعتبارات الأخلاقية للحيوان، وعشان كده بنثن كمان عمل أو كان ليه فلسفة اسمها فلسفة النفعية. الفلسفة دي بتقول إن أي عمل أخلاقي هو بينتج عنه أعلى مستوى من الرفاهية العامة لجميع أصحاب المصلحة. يعني أنا يوم ما أحب أشتغل على حيوان أو البحث يتطلب إجراءه على الحيوان، يبقى لازم تكون التجربة لها هدف محدد مفيد للبشرية، ولازم أعمل comfort أو أعمل ويلفير لهذا الحيوان. فعشان كده بقول بنثم بالذات هو منح الحيوانات مكانة أخلاقية. طيب بعد منثم بعد كده دخلنا بقى في نهايات القرن ال 19، وبدأ بقى استخدام الحاجات الأناستيتكس، أناستيتك دراجز زي الإيثر وزي الكلورفورم. طبعا ما كانوش جربوها مرة واحدة على الهيومن بينج، لا يعني مثلا أشهر واحد عملها اسمه ويليام، أو اللي اكتشفها اسمه ويليام توماس جرين. ده كان عالم حب أو دنتست حب إن هو يعني حس الناس اللي بتقعد قدامه على كرسي الأسنان، يمكن لحد دلوقتي الموضوع ده موجود، الناس بتتعذب وهي قاعدة على كرسي الأسنان. فبدأ إن هو يعمل إيه؟ بدأ إن هو يحاول يستخدم أي دراج بحيث إن هو يبقى سيداتيف أو يقلل شوية من التأثير المرعب بتاع الأوبريشنز اللي بتحصل في الماوس دي. ففكر في استخدام الإيثر والكلوروفورم، لكن طبعا ما نفذهاش مرة واحدة على الهيومن بينج، لا ده بدأ الأول بالدوج بتاعه، وبعد الدوج بتاعه بدأ جربها على نفسه، وبعدين جربها على البيشنتس بتاعته. والقرن ال 19 او نهايات القرن ال 19 ظهر بعض العلماء المهمين جدا زي داروين، ونختلف معاه ونتفق معاه. كتابه Origin of Species ده لحد دلوقتي لسه مرجع في بعض البيبرز، بينكتب الكتاب ده في كريفرنس في البيبرز اللي موجوده، اللي بيشرح الفرق بين الهيومن وبين الانيمالز وايه الفروق بينهم. صحيح استخدمته بعض القوى الاستعماريه بعد كده انها تقلل من بعض الاجناس اللي موجوده زي السود وزي البيض والكلام ده، ولكن يعني ايه الكتاب كان فيه مجهود مشكور فيه على الايه، على وصف الانواع اللي موجوده. بدانا القرن العشرين، واهم اثنين علماء في القرن العشرين او نهايه القرن ال 19 وبدايه القرن العشرين كان باستير المشهور في باريس، لانه هو اول واحد عمل الفاكسين بتاع الريبز، وكان نقطه فاكسين بقى عمل تحول كبير جدا من استخدام حيوانات التجارب. يعني معظم الناس اللي كانت بتشتغل حيوانات التجارب قبل كده كانت مجرد انها يعني اشرح الحيوان، اشوف مش عارف ايه الحيوان، اعمل كذا، المهم الحيوان كان بيموت في الاخر. لا باستير جه قال لا، طب انا لو موت الحيوان انا استفدت بايه؟ طب انا عايز اعمل انفكشن للحيوان ده بفاكسين الريبز، بالدوج سبيشال يعني بفاكسين الريبز عشان، او بالريبز اسف، بالفيروس نفسه، علشان بعد كده ابدا استخدم الحيوان. فبدا يهتم ان انا ازاي اعيش الحيوان ده بعد ما اعمل الاوبريشنز او بعد الاكسبيرمنتال بروسيدجرز ايه بتاعتي. وبعديه بقى ظهر كوخ، وبعدين ظهر بعض الايه العلماء التانيين في مختلف البلدان اللي كانوا برضو بيقوموا بالتجارب بتاعتهم على اللابوراتوري انيمالز. والدكتوره امال تكمل. هنتكلم بقى دلوقتي على الانيمال ويلفير واللوز والريجوليشن في مصر. اول حاجه ظهرت في مصر اللي هو الديكري اوف خديوي، اللي هو مرسوم الخديوي اسماعيل.
في مصر كانت أول دولة طورت الـ Animal Welfare Legislation يعني التشريعات. مرسوم الخديوي إسماعيل كان أصدر في 5 يونيو 1902 وكان بينص على عقاب أي حد بيعمل أو بيعامل الحيوانات بطريقة غير آدمية، كان بيتعرض للغرامة، والغرامة كانت بتصل لخمسة جنيه وده كان مبلغ كبير جدا، أو للإعدام للموت طبعا. القانون ده ابتدى يتعدل بوزارة الزراعة سنة 1966، وابتدى يحصل official decree يعني مرسومات رسمية من وزارة الزراعة. كان أول مرسوم واخد المادة رقم 27-1967. المرسوم ده بيجبر الإنسان إنه يعامل الحيوانات كلها مش بس اللاب أنواع بطريقة إنسانية. المرسوم الثاني في المادة رقم 45 لنفس السنة 1967 كان متعلق بعمليات الذبح، وده اللي احنا حتى ماشيين عليها لغاية دلوقتي. من سنة 2008 كانت مصر تعتبر مشارك قوي وأول المشاركين في منظمة اسمها World Organization of Animal Health أو اسمها OIE. يا ترى إيه هي الـ OIE؟ الـ OIE دي اسمها المنظمة العالمية لصحة الحيوان، بس الأول كانت معروفة بحاجة اسمها المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية اسمها Office International de Epizoots، يعني المكتب الدولي للأوبئة، والسبيلنج ده والشكل ده معناه ان هو كانت في فرنسا. حصل اتفاقية ووقعت سنة في يناير 25 يناير 1924. جينا في 2003 اصبح المكتب الدولي اتغير اسمه وبقى اسمه المنظمة العالمية لصحة الحيوان، او بنقول عليه المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. يا ترى ايه المنظمة دي؟ المنظمة دي ليها اعمال معينة لازم تعملها، ايه هي؟ بتنفذ كل اعمال مكتب الاوبئة الدولي على مستوى المناطق كلها، بتدعم الادارات البيطرية عشان ترفع مستوى العطاء بتاعها، بتتعاون مع كل المنظمات الدولية، وبتساهم في برامج لمكافحة الزونوتيك ديزيز، وبتنسق الشهادات البيطرية لحماية الصحة العامة والحيوانية، وبتعتبر هي موقع إنذار مبكر للحالات الطارئة ولحماية تجارة الحيوان. إحنا طبعاً لو جينا نسترجع هنلاقي إن دور المنظمة كان واضح جداً أيام مرض جنون البقر وأيام أنفلونزا الطيور، كان كل الجايد لاينز وكل الإرشادات اللي كانت بتطلع من المنظمة العالمية لصحة الحيوان. في يناير 2017 منظمة الـ OIE بقت منظمة يحق لها الاستفادة من قانون حصانات المنظمات الدولية لرعاية الحيوان. الـ OIE ليها كذا هيئة، هنلاقي ليها هيئة اسمها OIE Scientific Commission for Animal Disease للأمراض، هيئة تانية OIE Biological Standards Commission، هيئة تالتة اسمها OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission، هيئة رابعة اسمها OIE Aquatic Animal Health Standards Commission. يا ترى كل هيئة بتعمل ايه؟ كل هيئة بتطلع كود أو مجموعة من الكتب بيبقى فيها terminology، فيها guidelines، فيها guidelines، فيها introduction، فيها recommendation للanimal welfare، فيها عملية، يعني مثلا اللي احنا عارضينه دلوقتي ده animal welfare standards في terrestrial animal health code للحيوانات الأرضية، كل جميع الحيوانات الأرضية. هلاقي في الجزء كده الأولاني في introduction فيها جزء terminology، وبعد كده كل شابتر والتاني بيبتدي يشرح حاجة معينة، يشرح عملية مثلا transport of animals by land by air by sea، عملية ذبح الحيوانات for human consumption، عملية قتل الحيوانات لو هي عندها مرض وكيفية التخلص الآمن من النفايات، عملية الكنترول of stray dog population. كل ده موجود في كل الكودز أو في كل الـ الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها في الـ OIE.
في سنة 2014 الدستور المصري المادة رقم 45 كانت بتحكم المعاملة الإنسانية للحيوان، وبتحمي الحيوانات اللي هي تحت التهديد الانقراض أو الخطر. لغاية دلوقتي إحنا ما عندناش أي مرسوم أو أي قانون في مصر بيحكم الـ use will care of experimental animal in research and teaching. الدكتور إبراهيم هيكمل استخدام الحيوانات في الريسيرش. شكراً دكتور أمال. طبعاً إحنا يعني العشرة اللي بينا وبين الحيوان عشرة، يعني إيه؟ يعني عمرها آلاف السنين. الإنسان استخدم الحيوان ده كسورس للفود، استخدمه كسورس للترانسبورت، أو حتى إيفن ككومبانيون أنيمال زي الدوجز وزي الكاتس. ولكن ريسنتلي بدأت تظهر بعض الاستخدامات الحديثة اللي كانتش موجودة في العصور اللي قبل كده للأنيمالز، أو ما كانش عليها تركيز كبير قوي. زي مثلا أبسط حاجة وأول حاجة الاكسبيرمنت، أو زي الدراج ديسكفري، كل الحاجات دي بنستخدم فيها الأنيمالز. طب السؤال اللي احنا ليه بنستخدم الأنيمالز؟ يعني ليه ما نستخدمش على طول الهيومنز؟ زي ما الدكتورة أمال قالت قبل كده في أول السيشن إن في كودز بتنظم عملية استخدام الكلينيكال ترايلز دي، ما ينفعش إن احنا نستخدمها على الهيومن بينج على طول. لا، لازم نستخدمها الأول على الأنيمال زي ما الدكتورة أمال تكرمت قبل كده، ونتيجة للسيميلاريتي العالية جدا اللي بين الأنيمالز وبين الهيومن. يعني مثلا السيميلاريتي دي موجودة في أسبكتس كتيرة جدا، زي مثلا الفيسيولوجي، زي الأناتومي، زي البيوكيمستري. طبعا في اختلافات موجوده، ولكن يعني سيميلاريتي عاليه جدا، لدرجه وصلت انه بعد اكتشاف السيكونسنج وعملنا سيكونسنج للهيومن جينوم والماوس جينوم والكلام ده، لقينا ان في 99% سيميلاريتي بين الماوس وبين الهيومن جينومز. فطبعا السيميلاريتي اللي موجوده دي بترشح الانيمال ككانديديت ان هو يبقى كبديل للهيومن في بعض التجارب قبل ما استخدم الهيومن بينج على طول في التجارب دي. فيعني اول استخدام للانيمال كان في الانيمال اكسبيرمنتس. الانيمال اكسبيرمنتس دي بقسمها لحاجتين، حاجه اسمها ان فيفو، ان انا بستخدم الهول انيمال في الاكسبيرمنت، بستخدم رات بحاله، ماوس بحاله، فروج بحاله في الاكسبيرمنت، او اكس فيفو. اكس فيفو انا بستخدم جزء من الانيمال في الاكسبيرمنت بتاعتي، يعني استخدم مثلا الهارت بتاعه، الكيدني بتاعته، او حتى كمان بعض السيلز بتاعته. يعني عايز استخدم مثلا كيدني سيل، دوك كيدني سيلز، بدل ما استخدم مثلا الدوك بحاله، دي هنقولها ان شاء الله في الجزء بتاع اللي جاي بعد كده. ولكن بستخدم جزء مثلا سيل لاين، ده بستخدمه بس من الانيمالز في الاكسبيرمنت بتاعتي، والمصطلح ده اسمه الاكس فيفو. برضو حاجه تانية بستخدم فيها الانيمال اللي هو الميديسن برودكشن. ما ينفعش ان انا اجرب ميديسن على هيومن بينج على طول، لا، لازم يمر ببروتوكول كده معين وبستبس معينه، في الاخر خالص ممكن استخدمه على الهيومن بينج. ولكن بنلاحظ حاجه مهمه جدا، ان الجارانتي بتاعت الريزلتس دي في الانيمالز ما تضمنش ان النتائج دي هتتكرر او تبقى ريبروديوسبل على الهيومن بينج. لا، ده ممكن يحصل حاجه تانية خالص في الهيومن بينج، والعكس صحيح، ممكن تنجح النتائج دي في الهيومن بينج والحاجات تظهر في الهيومن بينج، ولكن بعض الانيمالز يحصل فيها ديفكت زي ما احنا هنشوف بعد كده. فمثلا واحده من اشهر الحوادث اللي حصلت في القرن العشرين، ويمكن يعني ناس كتير تسمع عنها، اللي هي الثاليدومايد. الثاليدومايد ده هو عباره عن ميديسن كان عاملاه شركه ادويه في، يعني بغض النظر عن اسمها، في المانيا الغربيه. طبعا هي فلست وتخرب بيتهم، ولكن الشركه دي بدأت انها تقول انا عايز اعمل ترانكلايزر او سيديتيف للبريجننت وومن في ال بحيث ان هو يهدي شويه او يبقى ايه، يبقى سيديتيف للبريجننت وومن. فبدأت انها تعمل الكلينيكال ترايلز او البريكلينيكال ترايلز، بدأت تعملها على الحيوانات، طبعا بريجننت ماوس وبريجننت راتس والكلام ده كله، لكن ما ظهرش اي افكت. لكن نيجي بقى لما الدواء ده اتجرب على الهيومن، او انا ما اعرفش ازاي ان هم مره واحده خدوا ابروفال وبدأ ان هم يستخدموا الدواء ده في الهيومن، فحصلت كارثه يمكن لحد دلوقتي في اجيال، او كان زمان في اوروبا كان في اجيال بتعاني منها، اللي هي ان اتولدت او حصل تراتوجينيك افكت خلال البريجننسي في الستات اللي كانت حوامل وخدت الدواء ده، فتولد جيل كامل من الاطفال في اوروبا مشوهين من غير ارمز. يمكن ما اعرفش انا، يعني انا اقرا بس عن الحادثه دي، انما كانت مشهوره في، ممكن تكون وقتها، يعني كانت سنه حوالي 1950 1960. فده بيثبت ان انا ممكن لحد دلوقتي ما حدش فاهم ازاي انها ما يعملش افكت في اللابوراتوري انيمالز، ولكن يظهر الافكت المدمر ده اللي ولد جيل بحاله من الاطفال المشوهين في اوروبا بسبب الموضوع ده. وعلى العكس بقى بيظهر حاجه تانية ظريفه شويه، ان لما جه فيلمينج سنه 1929 يخترع البنسلين، طبعا جربوا على المايس وجربوا على الرابت وجربوا مش عارف على ايه وعلى ايه وعلى الهيومن، وجاب نتيجه معاه.
لكن جه جربه على سبيشيز ثاني ان الانيمالز هو الجينيا بيج، لا لان الجينيا بيج كلها بيحصل فيها دايريا وبيحصل فيها ديسز بكميات رهيبه. كل الحيوانات اللي خدت البنسلين كل الجينيا بيجز كلها مات. طب ليه المايس والراتس والحاجات دي كلها والرابت ما حصلش فيهم نفس الافكت ده؟ لا، لقيت ان في سبيشيز ديفرنس بين الحيوانات وبين بعضيها. صحيح اثبت فعاليه في اللابوراتوري انيمالز العاديه زي مثلا المايس او زي الرابت وزي الهيومن برضه، ولكن جه في بعض السبيشيز حصل فيه ديفكت. ده نتيجه لان المينلي الفلورا اللي موجوده في الانتستينال تراكت بتاع الجينيا بيج دي كانت جرام بوزيتيف، وبالتالي البنسلين بيقتل الجرام بوزيتيف بكتيريا، فده عمل بعض الباثوجينيسيتي اللي موجوده او بعض الايه بعض المشاكل في الجينيا بيجز، ادت في النهايه انها ما هيش تولرنت للبنسلين، فممكن انها تشتغل في سبيشيز وسبيشيز ثاني لا. يبقى اختيار السبيشيز ان شاء الله هيجي في السيشنز اللي بعد كده لما نتكلم فيه. الاسيكال اسبيكت قبل ما نخش على اجزاء ثانيه هو عباره عن ازاي، او مثلا لو في هي عباره عن الطريقه المعينه اللي ازاي الهيومن بينج بيتعاملوا بيها مع بعضهم. يعني مثلا ده ethics هي عباره عن بروتوكول او قواعد، انا بعمل الحاجه اللي ما تاذيش غيري وغيري بيعمل الحاجه اللي ما تاذينيش، او فيها المصلحه المتبادله بين الطرفين. نفس البروتوكول ده برضو انا بستخدمه في حيوانات التجارب، ومن هنا تظهر الاسيكال اسبيكت بتاع الانيمال ليجيسليشنز، ان انت الحيوان ده انت مش مجرد حاجه انت حابسها في قفص وخلاص، لا ده انت يعني ايه ده حاجه روح موجوده، بل بالعكس يعني يمكن البقره ممكن مثلا تاكل من هنا، الحصان ياكل من بره من هنا، انما ده حاجه كونفايند في كيج لمده مثلا طول فتره التجربه طول عمره، فلازم يكون في رولز معينه والتزامات على الهيومن بينج اللي بياخد باله من الانيمال ده، بحيث ان هو يوفر يعني حاجات انا بنتكلم فيها قبل كده ويقلل كميه الاستريس اللي موجود عليه. فده بيتكلم عن الاسيكال اسبيكت. واي اكسبيرمنت بيكون فيها بعض الاسيكال اسيسمنت اللي استاذتنا الدكتوره امال هتتكلم عليها قبل كده، واحده منهم مثلا زي الفيرشو اسكس اللي هي الفيرشوال فضيله. ايه الفضائل او الحاجات اللي تكون موجوده في الريسيرشر بتاع ان هو يكون اونست، ان يكون كومبتنت ريسبونسبل، مش عارف ايه، ما يسيبش حيوانات تموت من الجوع ولا يحبسها ويمنعها من الايه من الاكل. وفي حاجات زي الدي اونتولوجيكال ايثكس زي الاكسبيرمنت ديوتيز، ان انا المفروض ان اعمل الاكسبيرمنت بتاعتي ببروتوكول معين في بدايته كذا ونهايته كذا واخره هيبقى كذا. واخر حاجه خالص الكونسيكوينشاليزم، يعني الكونسيكوينشاليزم اللي هو الايه اخر التجربه بتاعتي ايه، ايه الكونسيكونسز بتاعتي، البنفيت بتاعتي ايه والكوست بتاعتي ايه. وهنتنقل على جزء جديد الدكتوره امال هتكرم وايه تشرحه. اشكرك يا دكتور. احنا هنتكلم على حاجه اسمها انستتيوشنال انيمال كير اند يوز كوميتي، دي اسمها لجنه رعايه واستخدام الحيوان. احنا هناخد الحرف الاولاني من كل كلمه وهنرمز ليه بحاجه اسمها ايكوك، عشان لما نيجي نسمعها بعد كده نبقى عارفين ان هي دي لجنه رعايه واستخدام الحيوان اللي ما فيش زيها في مصر غير في كليه العلوم جامعه القاهره. ليه انا محتاجه الايكوك؟ محتاجه عشان يعمل لي هارمونايزيشن وستاندرايزيشن للريزلتس بتاعتي. كلنا لما بنيجي نكتب بحث لازم تبقى الريزلت بتاعتنا كلها متجانسه وتبقى على مستوى واحد قياسي. طيب ليه الايكوك كان يعني انشات وانشائها كان حتمي ليه؟ عشان كل الابحاث تبقى كريديبل او كريديبيليتي اللي هي المصداقيه اللي احنا عاوزينها، عشان الانترناشنال ببلشنج، عشان السايتيشن، عشان اليونيفرستي رانكينج، الانترناشنال فاندنج اند كولابوريشن ويز انترناشنال يونيفرستي. وكلنا اما بنيجي نعمل بحث لازم نودي البروبوزال بتاعنا او البحث او الرساله للجنه اخلاقيات البحث العلمي. طب يا ترى ايه هي الممبر شيب بتاع هذه اللجنه؟ الايكوك مكونه على الاقل من 5 اعضاء، ممكن يكونوا 6 او 7، مكونه من الرئيس، مكونه من ساينتست عالم من اي مجال بيشتغل في العلوم، مكونه من حد اساسي اللي هو الفيترينيريان، يعني ده ما يتغيرش وبيفضل دائما ان بيكون تخصصه سلوكيات الحيوان. مكون كمان من نون افيليتد ممبر ونون ساينتفك ممبر، حد غير مؤسسي او حد غير رسمي وحد غير علمي، ممكن احط فيها رجل قانون او رجل دين. يا ترى ايه دور الايكوك او ايه دور المؤسسه دي؟ المؤسسه بتعمل overseeing للانيمال ريسيرش بروجرام، تشوف ايه البرنامج اللي انا همشي عليه من اول ما اجيب الحيوان حتى من اول ما انقله من اي مكان لغايه عندي. بتراجع لي الريسيرش بروتوكول اللي بيتطلب استخدام الحيوان، بتعمل انسبكشن يعني لازم تشوف ايه الانيمال فاسيلتيز اللي عندي، ايه المبنى اللي عندي وايه الاوضه المجهزه والهاوسنج اللي انا عاملاه للحيوان والكيجز، واشوف الانيمال كير بروجرام اللي انا حطاه برضه
لازم تعمل سيرفينج. ممكن تمديني بانفورميشن ريسورس متعلقه بالانيمال ويلفير، تديني ريبورتنج عن الفايندنج بتاعها والبلان بتاعتها. الفايندنج بتاعتها معناها ايه؟ والله اذا كان شغلي كويس هيبقى ابروفد، شغلي ناقصه شويه حاجات هتبتدي ترجعهولي، وده اللي احنا بنسميه الاوتكم. الاوتكم يبقى اللجنه هنا ابتدت تفحص البروبوزال بتاعي، سواء كان مشروع سواء كان بحث سواء كان رساله، ويا اما تديني ابروفال عليه، يعني اوكي اتس اوكي، يعني اشتغلوا كل حاجتكم كويسه، او يبقى محتاج موديفيكيشن سواء كانت مينور او حتى ميجور، او يبقى ديس ابروفد او ريجكتد لانه غير متوافق مع الانيمال ويلفير. احنا كل اللي احنا قلناه ده عايزين نوصل لحاجه مهمه قوي، للقانون نفسه او البرينسيبلز اوف هيومن او هيومين اكسبيرمنتال تكنيك. انا عشان اشتغل على حيوانات التجارب لازم يبقى فيه مبادئ اساسيه. اللي حط المبادئ الاساسيه دي اتنين، واحد اسمه راسل والتاني اسمه بورش، ويليام راسل وريكس بورش. دول كان سنه 1959 طبعوا البرينسيبلز اوف هيومين اكسبيرمنتال تكنيك، وقالوا ان الحيوان اللي هيستخدم في هذه التجارب لازم اعمل اول حاجه ريبليس. ريبليس يعني استبدال، استبدله باي حاجه ثانيه ببدائل اخرى، واعمل حاجه ثالثه ثانيه اسمها ريديوس، اقلل للمينيمم نمبر بتاع الانيمالز، وحاجه كمان ثالثه اسمها ريفاين. ريفاين يعني بدي للحيوان او ما بخليش او يعني التجربه تعمل مينيمم بين ديستريس. الثلاثة R دول بنسميهم 3 R's، وده المبدأ بتاعنا اللي هيتبنى عليه كل تجاربنا. عشان كده بنقول 3 R's هي عبارة عن الـ principles of good science designed by scientists to improve، أهم حاجة عشان improve الانيمال welfare والscientific accuracy. التلاتة تاني بنعدهم، أول حاجة أول R فيهم اسمها refinement، وrefinement يعني بالعربي يعني الرفاهية، صح كده، او نسميها التمحيص، او يعني ينقي بالظبط، التنقيح او كده. ده معنى ايه يا جماعه؟ يعني انا بلاقي طريقه معينه ان اخلي الحيوانات اللي عايشه عندي في المعمل مرتاحه. لو بصينا للكيج اللي قصادنا هنبص نلاقي فيه بيدنج، في فرشة محطوطة من نشارة الخشب، ودي هنبقى نتكلم عليها بعد كده ما نيجي نتكلم على الهاوسينج والانفايرومنت. وفي كرتونة كده، والكرتونة دي بتشبهنا بالتانل، لأن الفيران من طبيعتها أنها بتحفر، فأنا بحط لها دي زي لعب عشان يفضل يدخل ويخرج من عندها، أعمل له نوع من الترفيه. ممكن أرمي له كرة طيارة، أحط له سلم لعب، يبقى ده نوع من الريفاينمنت. النوع الثاني من الريفاينمنت ان انا لازم ادرب التكنيشن بتاعي ازاي يمسك الفار، ازاي يتعامل معاه، ازاي يغير الفرشه، ازاي يحط الميه او الاكل والشرب وهكذا. يبقى ده الريفاينمنت اللي احنا بنتكلم عليه. ثاني نوع بنتكلم عليه قلناه برضو قبل كده اللي هو الريدكشن، اللي هو الاختزال. الاختزال ان انا استخدم اقل عدد ممكن من الحيوانات، بس بشرط يقدر يديني نتائج كويسه، لان ممكن لو الحيوانات عددها قليل ممكن ما اعرفش اشتغل عليها احصائيا، فلازم في الشغل ده لازم استشير حد في الاحصاء يقول لي اه العدد ده ينفع تشتغل عليه احصاء ويديني significant results. ثالث R بنتكلم عليها الريبليسمنت، اللي هي الاحلال، ان انا بستخدم اي بديل غير حيواني موجود. الالترناتيف دي نفسها هيرجع تاني الدكتور ابراهيم يقولها عشان يقول ايه اللي ممكن نستخدمه كبدائل. اتفضل. شكرا دكتوره. زي ما تكرمت استاذتنا الدكتوره امان النحل انها شرحت ان 3 R's principle ده عباره عن publication كان ظهر بويليام راسلز وبورش سنه 1959. البابليكيشن دي يعني بسيطه، هي ال 3 R's دي مش حاجه يعني حاجه نورماليه مش قوانين لازم التزم بيها، لا دي حاجه ديسكريبتيف، يعني بتقول طول ما انا بستخدم حيوانات التجارب لازم احاول على قد ما اقدر افولو الثلاث حاجات دول. اول حاجه اعمل ريبليسمنت للانيمالز دي بحاجات تانية اقل في درجه الاحساس بتاعتها، ودي هنتكلم عن الريبليسمنت بالتفصيل ان شاء الله لما نتكلم فيه. الحاجه الثانيه نعمل ريدكشن للنمبر بتاع الانيمال، والحاجه الثالثه اللي هي الريفاينمنت ان انا احاول انقي البيئه للحيوان، وكل واحده منهم بالتفصيل بعد كده.
بالنسبة للريبليسمنت، الريبليسمنت دي هي عبارة عن ان انا الحيوان ده هو عبارة عن ليفنج كريتشر، وسنة 1985 بدأت بريطانيا انها تعمل حاجة اسمها الاكت او القانون اللي بينظم حاجة اسمها البروتكتد انيمالز. البروتكتد انيمالز دي هي عبارة عن كل انواع الفيرتبريتس اللي بتعيش على سطح الارض، وبعض انواع السيفالوبودز، وبعض الايه الاماتيور فورمز من الورمز والكلام ده كله. لكن الحاجة الغريبة اللي فيها انها بتشمل كل انواع الفيرتبريتس اكسبت الهيومن بينج، يعني كل انيمال vertebrate او كل vertebrate عايش على سطح الارض هو protected animal according للقانون ده except الهيومن بينج، لان الهيومن بينج له ارادته المستقله اللي يقدر ان انا اقبل التجربه دي او ارفض التجربه دي. انما اي vertebrate او animal داخل تحت القانون ده هو يعتبر protected animal. فكلمه replacement دي هو عباره عن استبدال البروتكتد انيمالز اللي منصوص عليها دي ببدائل اخرى. عمليه السبستيتيوشن، عمليه الايه الاحلال دي بتبقى عباره عن حاجتين، يا اما بيحصل كومبليت ريبليسمنت في حاله مثلا ان انا بدل ما استخدم ليفنج انيمال او لايف انيمال ممكن استخدم مثلا كمبيوتر موديل او ممكن استخدم ماثيماتيكال موديل. ودي كانت عملها يعني استاذ في كليه الصيدله هنا في يمكن في الجامعه عندنا من زمان، من حوالي 15 سنه ولا حاجه، ان هو كان بيقول ان احنا بندرب في سكاشن الفارماكولوجي الطلبه على ان احنا يحقنوا مثلا انتربروتونيال او يحقنوا مثلا انترافينوس، يحقنوا لايف انيمالز، لا انا مش عايز اعمل اي بين او ستريس على الحيوانات دي، فانا هخلي الطالب هصمم كمبيوتر بروجرام ان يخلي الطالب يعني يحصل سيميوليشن لعمليه الحقن دي بدون استخدام الحيوان نفسه. فدي واحده من انواع الكومبليت ريبليسمنت. اما بالنسبه للنوع الثاني من الريبليسمنت اسمه ريليتيف ريبليسمنت. طب المقصود بكلمه ريليتيف ريبليسمنت دي ايه؟ ان انا استبدل الحيوان ده بحيوان اقل منه في درجه الاحساس. زي مثلا على سبيل المثال في الصوره دي عندي رابت وعندي دروسوفيلا، لو انا هاخد من الدروسوفيلا نفس الريزلتس ونفس الاوت كام بتاع التجربه بتاعتي يبقى انا ساعتها استخدم الدروسوفيلا. يعني لو هعمل مثلا اكسبيرمنت وعندي الموديل بتاعي واحد هو الرابت والموديل بتاعي اثنين هو الدروسوفيلا، ولكن نفس الريزلت اللي اخدها هنا هي اللي اخدها هنا، يبقى ساعتها ما ينفعش ان انا استخدم الرابت في الاكسبيرمنت بتاعتي ولازم اعمل ريبليسمنت واستخدم ليس سنتنت انديفيديوال. يعني ايه ليس سنتنت؟ يعني اقل منها في درجه الاحساس او ما بتحسش بالبين او ما بتحسش بالاكسبيرمنتال بروسيدجرز بنفس الدرجه اللي بيحس بيها الايه الانيمالز دي. يعني البين بيرسبشن منها اقل في حاله بعض الانفيرتبريتس او بعض الورمز اللي موجود. فالريبليسمنت ده ممكن يكون يعني حتى كمان انت ممكن تعمل ريبليسمنت تستخدم هيومن بينج، يعني ممكن ما استخدمش ماوس او رات ولكن استخدم هيومن بينج، وده يعتبر فاليد ريبليسمنت. ليه؟ لان انا اقدر اقبل التجربه، اقدر انهيها في وقتها زي ما الدكتوره او قبل وقتها، مش مكمل فيها زي ما الدكتوره امال قالت قبل كده ولا لا، عندي ماي اون ويل. انما الانيمال ما يقدرش يعمل كده، فحتى كانك تعمل ريبليسمنت بهيومن بينج ده يعتبر كانه صالح او كانه فاليد. او ممكن تعمل بكمبيوتر بروجرام او ان فيترو، يعني مثلا استخدم بعض انواع السيل مثلا لاينز او بعض السيل كلتشرز، بحيث ان انا ما استخدمش حاجه معينه او استخدم انيمال بحاله، لا ده انا بستخدم مثلا، ودي يمكن في يعني بعض الانستيتيوتس حاليا بتعملها دلوقتي، ان هو بيعمل ايه بيقفل اللابوراتوري انيمال هاوس، خلاص ما عدناش نشتغل مع اللابوراتوري انيمال هاوس تاني، هنستخدم ايه ريد برين سيلز موجوده، بيتري ديش بيجي يغنيني عن اليمن وعن الاكل والشرب والعنايه الايه اللي موجوده، او بعض الفروت او بعض الفلايز او الايه او الميرمز. فالريبليسمنت ده ممكن يكون اذر ليفنج سيستمز او اورجانيزمز او نون ليفنج سيستمز زي الكمبيوتر بروجرامز او بعض الكيميكال اسيز والحاجات دي. وده مستخدم حاليا يعني بدرجه كبيره جدا. فمثلا على سبيل المثال عندي تيست اسمه ايمس تيست، الايمس تيست ده بيقيس تاثير الكيميكالز انها تعمل بريكنج داون او تعمل دامج للدي ان ايه في المايس، لا وقف استخدام المايس وقام جاي مستخدم الكيميكالز دي على الدي ان ايه بتاع بعض انواع البكتيريا واديتهم نفس الكومباربل ريزلتس وفاليد ريزلتس في الاكسبيرمنت بتاعته. في بعض التجارب الاخرى بيستخدموا الحيوان البحري المشهور قوي اللي هو الهورشو كراب ده، بيستخلصوا الدم بتاعه ويبداوا ان هم يشوفوا تاثير بعض انواع البكتيريا او البايروجينز اللي التجارب دي كانت بتعمل قبل كده على الرابتس. لا مجرد ان اخد شويه دم او اسحب شويه دم ويمكن يعتبر لتر الدم منه بحوالي مش عارف 50,000 دولار ولا مش عارف قد ايه 100,000 دولار. وبعد كده على فكره يعني هقول لحضراتكم حاجه، بعد ما بيحصل اكستراكشن من الدم بتاعه يرجع يتعمل له ريليس تاني في البحر عشان يرجع يعيش تاني، وبالتالي الحيوان اللي عندي ما بيموتش، فاقدر احقق الاستفاده العظمى والاستفاده القصوى منه. فدي بعض انواع الايه الريبليسمنت. طيب الجاستيفيكيشن بقى
او التشالنجز او الفكره دي يمكن للوهله الاولى براقه قوي وورديه قوي. اه ده انا ممكن ايه ابدله واستخدم كمبيوتر بروجرام, ابدله واستخدم مش عارف مودلز ولا بلاستيك, ولا بدل ما مثلا ما اشرح جثه حيوان او اشرح حيوان لا ممكن استخدم ايه دامي او حاجه زي كده. لا ما انا مش كلها هينفع اعملها. لو انا مثلا عايز ادرس انيمال بيهيفير مش هينفع ادرس انيمال بيهيفير على جثه يعني, ما او على مثلا على حاجه بلاستيك. لو بستخدم حاجه في الفسيولوجي مثلا ما ينفعش استخدمها على تيشو يعني, ممكن طبعا ولكن يعني ايه يعني هشوف الريسبيراتوري سيستم, هشوف هول سيستم مثلا ما ينفعش استخدمه على تيشو على بيتري ديش. لو عايز اشوف مثلا وايلد بوبوليشن يعني انا عايز اشوف مثلا قطيع من الحيوانات ما ينفعش برضو اعمله ماثيماتيكال موديل, ولكن ممكن اخد بعض الداتا البسيطه اعمل بيها ماثيماتيكال موديل قبل كده بعد كده وكده ايه جمعت من الاثنين. الريدكشن بمنتهى البساطه كده ان انا بقلل عدد الحيوانات اللي موجوده في التجربه, يعني بدل ما استخدم 10 حيوانات ممكن استخدم 5 او 4 او 3, ولكن ده بيشمل حاجتين, ان انا اعمل امبروفمنت للديزاين بتاع الاكسبيرمنت بتاعتي او اعمل امبروفمنت للسامبل اللي موجوده عندي او الجروب بتاع الحيوانات اللي موجوده عندي. طب ازاي اعمل امبروفمنت للاكسبيرمنتال ديزاين؟ اول حاجه خالص مش لازم اعمل فول سكيل اكسبيرمنت, يعني مش لازم اعمل فول اكسبيرمنت, لا ممكن اعمل حاجه اسمها بايلوت ستادي, حاجه خفيفه كده وبتاع وبدات حيوانات قليل وتجيب لي نتائج قريبه شويه, او البريليمينري ستاديز اللي احنا ممكن نعملها بعدد اقل من الحيوانات. ممكن اعمل كونسلت للستاتيستشن, يعني ايه ممكن اسال حد بتاع احصاء ايه هو السوتابل سامبل سايز اللي انا استخدمه بحيث ان انا ما ايه ما موتش حيوانات كتيره او ما استخدمش حيوانات كتيره كلابوراتوري انيمالز. ممكن اعمل شيرنج للانفورميشن بيني وبين الاذر ريسيرش جروبس, يعني مثلا انا شغال على دواء كذا في الراتس وزميلي في نفس المعمل او في المعمل اللي جنبي شغال على نفس الدواء في الراتس برضه, طب انا كده يعني بجيب اتنين راتس ليه وبعمل ريبليكيشن الاكسبيرمنت ليه؟ طب ما احنا نعمل شير للريزلتس بيننا وبين بعض بين الديفرنت ريسيرش جروبس, مش على قد الانستيتيوت وبس, لا ده ممكن توصل على مستوى اليونيفرسيتيز او الكونتريز نفسها, يعني على مستوى العالم كله. او ان انا اعمل امبروفمنت للكونديشن نفسها للحيوان بيعيش فيه. ازاي؟ مثلا بدل ما اخد مثلا 20 انيمال واقول والله اصل ممكن يطلع فار صغير في الحجم, فار كبير في الحجم, لا ده فار تعبان, ده كاشش, ده مش عارف عنده ايه, لا احاول على قد ما اقدر اخد يونيفورم سامبل بحيث انها تعمل اليمينيشن للديزيز والستريس وللدايت والجينيتكس كلها تبقى نفس الايه نفس السامبل اللي موجوده عندي. ويفضل ان اقرا في الليتريتشر اللي موجوده عندي عشان مش معقول يعني يبقى بيبر عامله نفس الشغل على 5 واعمل انا شغل مثلا على 20 او شغل على 30, يعني انا مش كثره فئران هي او كثره حيوانات تجارب هي على ايه على الفاضي. اخر حاجه خالص عندي هي الريفاينمنت. الريفاينمنت هي عباره عن ايه؟ ازاي احسن الظروف اللي موجوده عندي. انا اسف نسيت اقول حاجه خالص في الجزء الريدكشن, ايه هي بقى الدروباكس او ايه النقاط الضعف اللي موجوده في نقطه الريدكشن دي؟ ان انت ما تعرفش العدد المناسب ليك الا لما تستشير حد بتاع احصاء. يعني انا مثلا قلت هعملها على 5, طب انت ضامن ان الخمسه دول يطلعوا عندك هم الستاتستيكالي انف وتاخد منهم فاليد داتا وتاخد منهم ريزلت والكلام ده؟ لا طبعا ما ينفعش يعني, بس ممكن في طرق تانية في الاحصاء زي مثلا اعملهم ريبيتد ميجرز, اعملهم مثلا موديل معين في الاحصاء, فده ممكن يحسن عندي الديزاين بتاعي. الريفاينمنت بقى ان انا ازاي اعمل امبروفمنت للكونديشن اللي موجوده سواء في الاعاشه نفسها او سواء كان في الكيجز والحاجات دي كلها او سواء خلال البروسيدجرز او بعد حتى البروسيدجرز اللي انا بعملها على الحيوان. يعني مثلا بالنسبه لموضوع الكيجز والاعاشه والكلام ده احاول اوفر حاجات قريبه من ناتشرال هابيتات اللي الحيوان بيعيش فيها, زي ما دكتوره امال كده قالت الحيوان مثلا زي الرودنز ده ناتشرال بارور, يعني ايه يعني مثلا بيحفر انفاق والكلام ده كله, يبقى انا مثلا حته ماسوره بلاستيك احطها له جواها. طيب مثلا حاجه زي الهامستر والحاجات دي كلها يحب يتنطط على عجله والحاجات دي كلها ويلف عجله والكلام ده اوفرها له جوه عنده. لو الارنب اللي عندي بيحب ان هو مثلا يقرط خشب او حاجه زي كده احط له مثلا بيس اوف ستيك او وودن ستيك موجوده جوه عشان يعمل يقرضها او مثلا توفر حاجه قريبه من الناتشرال هابيتات بتاعته. يمكن الناس مش هتصدق الكلام ده ولكن يعني في بعض يعني في حيوانات بتموت في الاسر من الاستريس والديستريس اللي وقع عليه, وخصوصا لما تكون حيوانات جايه من الوايلد لايف. يعني في شغل بيتعمل على الكابتيف انيمالز اللي بتيجي من الوايلد لايف, لو ما توفرت لهاش ناتشرال هابيتات جوه القفص بتاعها لا هتموت الحيوانات منك. فنحاول على قد ما نقدر نعمل امبروفمنت. وانا بعمل مثلا على سبيل المثال انا بعمل بلاد كوليكشن من انيمال, فبحاول ان انا بخلي تجربه البلاد كوليكشن دي او السامبلنج اللي انا بعملها بليزنت اكسبيرينس. يعني مثلا بحاول لو مثلا بسحب عينه دم من مثلا من مونكي,
يبقى انا ساعه ما بسحب عينه الدم بحاول ان انا اديله تريت او اديله ريوردز ساعه ما انا بسحب عينه الدم، فكده بعمل اسوسيشن بين الانبليزنت اكسبيرينس اللي هي عينه الدم اللي بسحبها وبين الريورد اللي موجوده اللي هي الحته الحلويات اللي بياخدها او الحاجه اللي بياخدها. وبرده حتى بعد ما اخلص البروسيدجرز بتاعتي عملت عمليه على انيمال، ما سيبوش يتالم بقى واسيبه تعبان والكلام ده كله، لا احاول اوفر له ظروف كويسه حواليه بحيث ان هو يبقى الريكفري بتاعه سريع والبين بيرسبشن اقل، زي اديله مثلا دراج او بين ريليفنج دراجز او حاجه زي كده. متفضله دكتوره الجاستيفيكيشن مع دكتوره امل. جاستيفيكيشن اند ريسبونسبيليتي اوف ريسيرشر in the ethical assessment of animal experiments. العنوان ده كان عنوان رسالة في جامعة أوتراخت القسم البيولوجي، وكان الماستر انفيرومنتال بيولوجي للسبيشاليزيشن بيهيفيرال ايكولوجي. الجامعة دي أنا اتشرفت بإن كان اللي دربونا كان من جامعة أوتراخت بالمشاركة مع قسم الزؤولوجي بكلية العلوم، وهو ده نفس الكورس اللي أنا خدته في الكلية هناك مع جامعة أوتراخت، لأن هم اللي كانوا بيدربونا عملي. الجاستيفيكيشن هي عملية التبرير لاستخدام حيوانات التجارب، وده الجزء اللي قاله الدكتور إبراهيم اللي هو اللي تشالنج نفسه، إن أنا ما أقدرش أستخدم أي حاجة تانية غير اللابوراتوري أنيمالز. هدرس فيسيولوجي، هدرس بيهافير، هعمل مش عارف إيه، يبقى هو ده اللي تشالنج نفسه أو ده التبرير. طب يا ترى إيه المسؤولية عليا كباحث عشان أمشي بالإيثيكال أسيسمنت؟ هلاقي في مجموعة من الإيثيكال جايدلاينز وأنا بشتغل البحث. أول حاجة respect animal dignity، يعني أحترم كرامة الحيوان. أحترمها في إيه؟ في إني من أول ما اخترت العنوان بتاع البحث والبروسيديورز والميثودز وكل الكلام ده، هو ده أنا عارفة أن أنا اخترت الأنيمال موديل الصح. يا ترى أنا هشتغل على رات ولا على مايس؟ وده اللي هنقوله المرة الجاية، مش أي تجربة هقول هشتغل على رات أو أي حاجة هشتغل على المايس أو لا. كل حيوان ليه شغله مخصوص، فده respect animal dignity، لازم أديله الكير نفسه، المانجمنت الصحيح، الريبليسمنت نفسه. لو أنا لقيت alternative available okay، لو ما لقيتش أأجل البحث لغاية ما لقي alternative. كل ده الجزء الأولاني من respect animal dignity. الحاجة الثانية، أنا عندي مسؤولية اللي هي أن أنا لازم أعمل reduction للنمبر بتاع الأنيمالز، ودي واحدة من الـ 3R اللي هي reduce، وده اللي احنا قلناه. بس عشان أنا أحدد العدد المناسب لإجراء هذه التجربة، يبقى أنا لازمني واحد بتاع إحصاء يحدد لي حاجة اسمها الـ sample size. وإذا تكرم يعني زميلنا الدكتور شريف معوض على أساس أنه يبقى حتة في الكورس يشرح لنا السامبل سايز بتاعت أي تجربة. من ضمن المسؤوليات برضو أن أنا أقلل الريسك بتاع السفرينج. كل ما يبقى فيه مينيمم ريسك أو مينيمم بين وان انا امبروف الانيمال ويلفير، يبقى ده اسمه ريفاين. يبقى انا كده برضو استخدمت الريفاين بتاعي ان انا عملت اكسلنت انيمال ويلفير. السفرنج اللي بيحصل للحيوان including البين ممكن يبقى الهانجر، المالنيوتريشن، الثيرست، الابنورمال كولد، الابنورمال هيت. عشان كده دي حاجات physical requirements خلال الهاوسنج لازم أرعيها. الفير نفسه والستريس والإلنس والإنجري والريستريكشن حبسته أو إن أنا أبعد عنه أكل معين أو حاجات معينة، البريدنج والتكاثر بتاعه، الترانسبورتيشن ده ريسك طبعا بالنسبة له، اليوسينيزيا برضو اللي هو الذبح، الليبولينج، الأناسيزيا. كل ده بيخلي الباحث يحط في اعتباره ان في فترة معينة من الادابتيشن قبل ما انقل الحيوانات من المكان اللي هي كانت فيه. نفترض ان انا خدتهم من ابو رواش او من اي مكان وابتديت
احطهم في المعمل عندي، يبقى في فتره من الاقلمه بنسميها اقليميشن وليست اقلماتيزيشن، والكلام ده برضو هنقوله في المحاضره اللي جايه ان شاء الله. هنفرق ما بين الادابتيشن والاقليميشن والاقلماتيزيشن عشان لما نيجي نكتب في الابحاث نبقى عارفين ايه اللي بيتكتب بالظبط. كمان المسؤوليه بتاعتي ان انا احافظ على البيولوجيكال دايفرستي، يعني ما تجيش على حيوانات هتنقرض وافضل انا شغاله عليها التجربه، لا لازم احافظ على التنوع البيولوجي الموجود. مسؤوليتي برضو كباحث هو ان انترفينينج ان هابيتات، ان انا برضو اما اجي احطه في هابيتات مختلف عن الهابيتات الناتشرال هابيتات اللي هو فيها، يبقى برضو ده هيعمل له unpleasant behavior او في نفس الوقت هيعمل له distress، وده اللي احنا مش عايزينه. يبقى مسؤوليتي ان انا باهل له هابيتات ملائم او مضاهي لنفس البيئه اللي هو كان فيها. المسؤوليه كمان من openness والsharing of data and material، يعني ايه يا جماعه انا عملت بحث مش معناها ان انا هخبي نتائجه، لا ده كلنا دلوقتي بننشر ابحاثنا لان دي الشفافيه والمصداقيه. ليه يا جماعه؟ عشان ما يجيش واحد زميل يعيد نفس التجربه على نفس الحيوانات بنفس الشغل، لا اما يشوف ان انا نشرت الابحاث بتاعتي ونشرت الداتا بتاعتي يبقى مش هيعيد نفس التجربه، ممكن يعمل لها اكستنشن او يعمل لها يحيد عن المسار اللي هو ماشي فيه ويمشي في حته ثانيه او يعمل كونتينيويشن زي ما احنا اتفقنا. كمان النيجاتيف ريزلتس بتاعت الاكسبيرمنت لا على الحيوان لازم تبقى بابليك نوليدج، ودي اللي قالها برضو زميلنا الدكتور ابراهيم، وقال برضو النيجاتيف ريزلت ات از ا ريزلت، يبقى لازم اقول يا جماعه انا اشتغلت الشغل ده بس ما جابش نتيجه على الحيوان ده، يبقى انا كمان اما يجي زميل يشتغل يبقى برضو مش هياخد نفس الانفورميشن دي، وهيبقى عارف انه مش هيضيع وقته في نفس شغل ملوش اي فايده. في برضو مبدا اللي هو البروبورشناليتي اللي هو الموازنه ما بين السفرنج وما بين البنفيت، زي ما احنا قلنا كمان ما بين الكوست نفسها وما بين البنفيت اللي انا هاخده. هل الحيوان هيفضل يعاني وانا كده بدون فايده؟ يبقى لازم انا اشوف الريسك اوف بين واشوف السفرنج واعمل امبروفمنت للانيمالز وللبيبل نفسهم اللي هم بيشتغلوا معايا في نفس القصه عشان اوفر احسن حاجه ممكنه او اعمل جود ريفاينمنت اند جود مانجمنت فور انيمالز. كده احنا خلصنا محاضرتنا، بنشكركم.